يا أهلا فيكم من جديد. اختتم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لقاءات الحوار الوطني العاشر في مرحلة الثانية اليوم الخميس في أو أمس الخميس اليوم الجمعة في محافظة جدة. كان الموضوع المطروح للحوار حول ظاهرة التطرف دارت حول العديد من النقاشات وتم الاستماع لوجهات النظر. خلونا نتابع هذا التقرير وبعده نبدأ النقاش. اختتمت لقاءات الحوار الوطني العاشر أمس الخميس في محافظة جدة وسط حضور ومشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والمهتمين بالشأن العام في المنطقة. وتم خلال جلسات اللقاء مناقشة موضوع التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية من خلال أربعة محاور، هي التطرف والتشدد واقعه ومظاهره، والعوامل والأسباب المؤدية إلى التطرف والتشدد، والمخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف والتشدد، وسبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد. وخرج هذا اللقاء بنتائج وأفكار ورؤى يأمل المشاركون أن تسهم في الحد من مواجهة التطرف. وأكد معالي الشيخ عبد الله المطلق رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أنه سينظر إلى هذه النتائج بعين الاعتبار، وسيتم رفعها للجهات المسؤولة لدراستها والاستفادة منها. اختتام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لهذه اللقاءات جاء بعد جولة شملت 5 مناطق من مناطق المملكة ومشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء. للنقاش حول الجلسة الأخيرة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والتي كانت متمحورة حول التطرف ينضم معنا من استديوهاتنا في جدة الكاتب والإعلامي الأستاذ أحمد عائل الفقيهي واللي كان أحد المشاركين في هذه الجلسة. حياك الله أستاذ أحمد. في البداية كيف شفت موضوع النقاش، موضوع التطرف؟ وأكيد في يعني هناك دوافع وراء مثل اختيار هذا العنوان وفي مثل هذا التوقيت. هو الحقيقة كانت الجلسة حول التطرف وأثر هذا التطرف على الوحدة الوطنية. وأنا في الورقة التي قدمتها في هذا اللقاء أشرت إلى أن التطرف ليس تطرفا واحدا فقط، هناك التطرف الفكري وهناك التطرف الطائفي والمذهبي وهناك التطرف أيضا الديني. وأشرت إلى أن أخطر مظاهر التطرف هو التطرف الديني الذي قد يؤدي إلى مخاطر وطنية كبيرة، وطالبت بأهمية قراءة الجذور الأولى للتطرف، بمعنى لابد أن يكون هناك قراءة علمية وقراءة فكرية تؤدي بنا إلى الجذور الأولى للتطرف، سواء على المستوى الفكري أو على مستوى الديني أو على مستوى الثقافي، وحتى التعصب الرياضي الذي قد يؤدي إلى التطرف أيضا. نحن نلاحظ الآن مسألة التعصب الرياضي أيضا تؤدي إلى تطرف، وتطرف كبير جدا. فاللقاء كان لقاء جميل ومثمر ومضيء، وشارك فيه الحقيقة مجموعة كبيرة من أصحاب الفكر وتم الخروج بأفكار خلاقة وجميلة. طيب الأفكار الخلاقة والجميلة هذه وش كان أبرزها؟ لو تعطينا أبرز نقول التوصيات اللي كانت. أنا أتمنى أن هذه الأفكار التي طرحها أغلب المشاركين إلى تتحول إلى واقع. مشكلة أنه المركز الحوار الوطني أن كل الحوارات تدور في غرف مغلقة ليس لها علاقة بالجماهير، ليس لها علاقة بالمجتمع، هي حوارات ليس لها علاقة بالهم الجمعي. أنا في اعتقادي أنه الأفكار هذه إذا لم تتحول إلى واقع تظل هذه الحوارات هي حوارات الغرف المغلقة والصالات المغلقة، بالرغم من كل الأفكار التي تطرح في هذا الحوار. طيب أبرز الأفكار أستاذ أحمد لو تعطينا من خلال المشاركات والنقاش اللي كان موجود، يعني أبرز الأفكار اللي أعجبتك. أنا أشرت إلى أنه
الأفكار التي طرحت أفكار تشير إلى أنه الفكر الديني في بلادنا ينبغي أن يعاد النظر فيه. الخطاب الديني الدعوي، هناك بعض الدعاة، حتى لا تكون هناك رؤية تعميمية، بعض الدعاة يدعون إلى التحريض، على الجهاد، وربي أولادنا في مناطق التوتر والصراع السياسي، وخاصة ألسنة النار الآن ترتفع حولنا يعني في مناطق التوتر والصراع السياسي، فلا بد أن يعاد النظر في الخطاب الديني في المملكة. هناك دعاة خطابهم الديني هو خطاب تحريض، ولا بد أن يعاد النظر في الخطاب الديني، ولا بد أن يكون هناك تجديد وتحديث لهذا الخطاب بحيث لا يتحول إلى كارثة في المستقبل. جميل. فهذا هو يمكن أبرز الأفكار التي طرحت. طيب سيد أحمد أكمل معك بالأفكار وبالتوصيات اللي طلعت، لكن خلنا نطلع احنا وياك المشاهدين فاصل قصير وبعد ذلك نتابع. طفلك يستيقظ ضاحكا بعد ليلة نوم جافة. حفاضات بامبرز هي الأكثر جفافا، فيها حبيبات الامتصاص التي تمتص حتى 30 ضعفا من وزنها وتحبس البلل بشكل أفضل من الحفاضات العادية. الحفاضات الأكثر جفافا بحبيبات الامتصاص من بامبرز، حب ونوم ولعب. يا أهلا فيكم من جديد، نتابع حديثنا عن لقاءات الحوار الوطني العاشر في مرحلة الثانية اللي كانت في جدة، كان حول موضوع التطرف، واللي دعوا فيه المشاركين إلى بناء استراتيجية لمواجهة التطرف ونشر الوسطيات. طبعا يواصل معنا الأستاذ أحمد بن عائل الفقيهي الإعلامي، واللي كان أحد المشاركين في طرح أوراق عمل في هذه الندوة. أتابع معك، خلينا نتكلم عن موضوع احنا يعني نوقن اكيد يعني انه موضوع نقاش موضوع التطرف، ونتفق في مسألة انه يجب ان توضع استراتيجية لمواجهة التطرف والفكر الذي يدعو الى الغلو، ويكون البديل اكيد هي الوسطية. في مثل هذا التوقيت يعني خلينا نتكلم في وجود منظمات مثلا يعني إرهابية تستهدف فكر الشباب وتجنيد الشباب على وجه التحديد من خلال افكار ضالة تحيد بهم عن الطريق المستقيم، ألا ترى أنه مهم جدا أن يسارع في تبني فعلا استراتيجية لمواجهة التطرف وكذلك مسبباته، سواء كان بالخطاب الديني كما ذكرت أو سواء كان هناك مؤثرات أخرى يمكن تساهم فيه؟ ألا طرحت في اللقاء أهمية صياغة مشروع ثقافي وفكري وديني يرتكز على هذا المشروع، على تقديم رؤية جديدة للثقافة في المملكة، وأيضا يتجه هذا المشروع للأجيال الجديدة في السعودية. الآن الأجيال الجديدة هي التي ينبغي أن نراهن عليها، وهي الأجيال التي تمثل المستقبل، فلا بد أن نقدم رؤية مختلفة، رؤية خلاقة، رؤية تقوم على البعد الحضاري للخطاب الديني عندنا وليس الخطاب الدعوي. نحن مشكلتنا في المملكة أن الخطاب الدعوي هو الذي برمج المجتمع على مدى سنوات طويلة من خلال خطاب الفتوى وليس خطاب الفكر، وأنا أشرت في اللقاء أمس إلى أن الخطاب الديني عندنا خطاب فتوى وليس خطاب فكر. لابد أن يوجد ناس أصحاب فكر مستنير، فكر حضاري يقدم المجتمع السعودي بأنه ليس مجتمعا كما يصاغ في الأدبيات الإعلامية العربية والعالمية أنه منتج للفكر الإرهابي. علينا أن نعيد النظر في الخطاب الديني والخطاب الإعلامي والخطاب الثقافي من أجل تقديم رؤية جديدة مختلفة على المجتمع السعودي، خاصة أن المملكة اليوم
يعني لها موقع سياسي ولها موقع اقتصادي، ودولة ضمن يعني الدول المتقدمة، فلا بد أن يكون هذا الخطاب على مستوى موقع المملكة اقتصاديا وسياسيا وروحيا أيضا. نحن أنا أرى أن الخطاب الديني متخلف جدا عن الرؤية المتقدمة للمملكة اقتصاديا وسياسيا نعم. وثقافيا، شكرا 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 وآن لك. الأوان أن نقدم يعني هذه الرؤية. شكرا لك الأستاذ أحمد عائل فقيه الإعلامي، اللي كان أحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني العاشر في مرحلة الثانية، واللي عقد في جدة يوم الخميس، وكان يناقش موضوع ظاهرة التطرف وأثرها في الوحدة الوطنية. يعني اللي بنقوله أكيد أنه يجب أن يكون هناك مشروع وطني متكامل تشارك فيه أكيد الجهات الرسمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، وكلنا جميعا لمواجهة مثل هذا الفكر، يعني الغير يعني المتطرف اللي قد يؤثر مهما يكن. بالتالي نحن بحاجة مشروع وطني، خاصة الشباب يمثلون عندنا شريحة كبيرة في المجتمع قد يصلون إلى 70%، وبالتالي يجب احتوائهم فكريا وتوجيههم. شكرا لك. طبعا احنا ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل لنعوده.